بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يبين المصنف مفاد العقل، ماذا يفيده العقل من العلم. ما يفيده العقل قسمان: ضروري و اكتسابي، هكذا قسم المصنف وذكر: وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري، كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه، هذا قسم. ثم وما أثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. نعم، ما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل، ما ثبت منه يعني ما علم ثبت منه. كلمة الضمير يرجع إلى العلم، أرجع شارح هذا الضمير إلى العلم، العلم الثابت بالعقل. بالبديهة فهو ضروري، ما معنى البديهة؟ البديهة أي بأول التوجه من غير احتياج إلى الفكر فهو ضروري. وهذا الحل يفيد أن البديهة أول التوجه، هذا أول التوجه، هل يكون من الكسب أو لا يكون من الكسب؟ يقول الخيالي: الظاهر من عبارة المصنف وتقرير الشارح أن الضرورية في مقابلة الاكتسابي، هذا تقابل ظاهر، بمعنى الحاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار. ما معنى الكسب بالاكتساب؟ هذا مباشرة الأسباب، فيكون معنى العلم الاكتسابي العلم الحاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار، يباشر الأسباب بالاختيار. والذي يحصل من هذه المباشرة هو العلم الاكتسابي. فإذا ما معنى الضروري؟ الضروري يعني الحاصل بغير مباشرة الأسباب بالاختيار، ينبغي أن يكون هكذا كما هو ظاهر من التقابل. ويرد عليه أن المثال المذكور ثابت بالعقل، يعني هنا ذكر مثالا للعلم الضروري: كل شيء أعلم من جزئه، هكذا ذكر مثال. وهذا المثال يتوقف على الالتفات المقدور وتصور الطرفين المقدور، وهنا يحتاج إلى بعض الأمور. نعم، وهذا من مباشرة الأسباب، وأنه يلزم أن يكون حال بعض العلم الثابت، أن يكون حال بعض العلم الثابت بالعقل كالتجربيات والحدثيات مهملا. تجربيات حدثيات يعني لا يكون من الضروري ولا من الاكتسابي، هكذا مشكلة في هذا التقابل. ثم يقول: فالأولى ما في بعض الشروح من أن البداعة عدم توسط النظري لا أول التوجه، والضروري يقابل الكسبية الاستدلالية، وهما مترادفان. الكسبي والاستدلالي يعني متقابلان، الضروري يقابله. أما الضروري الأولى ما في بها من أن البداهة، بداهة ما معنى؟ عدم توسط النظر في حصول العلم، هكذا هو ذكر لأجل التعميم.
ولعدم الخلل الذي أشار إليه. نعم. ثم فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعلم من جزئي، فإنه بعد تصور معنى الكل والجزئي والأعلم على تصور الأطراف ينبغي أن يتصور ما معنى الكل وما معنى الجزئي وما معنى الأعلم، لا يتوقف على شيء بعد ذلك لا إلى فكر ولا نظر. هذا يكفي التوجه. ومن توقف فيه ثم في هذه القضية بعد توقف، كيف يكون كل شيء أعلم من جزئه؟ ثم ذكر مثالا، لو كان يد إنسان أطول من جسمه هذا ممكن، فكيف يكون كله أعلم من جزئه؟ يعني يد يكون أعلم هكذا، يعني توقفات لبعض لبعض الناس، حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعلم من الكل، يعني من كل الإنسان. وهذا الذي توقف وهو لم يتصور معنى الكل والجزئي، لم يتصور معنى الكل والجزئي، لذلك وقع في هذا الخطأ. لماذا؟ لأن اليد ما هما أطال وأعلم وهو جزء للإنسان، فالإنسان أعلم مطلقا في جميع الحالات. يعني هذا طول اليد، طالت اليد أو علمت، ومع ذلك تكون اليد جزءا من كل الإنسان. إذن الكل كل إنسان عبارة عن يديه ورجليه وجسمه ورأسه وسائر أجزائه، فيد واحدة ما هما طالت وعلمت، وهي جزء واحد من أجزاء الإنسان، فمجموع هذه الأجزاء أعلم من هذا الجزء الواحد لا شك. ثم وما ثبت بالاستدلال، يعني من العلم الثابت بالعقل قسمان، ما ثبت بالبديهة وما ثبت بالاستدلال. ما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي، أي النظر في الدليل، هذا معنى الاستدلال، النظر في الدليل، سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا، أو من المعلول على العلة كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا. وهذا استدلال، يعني النظر في الدليل. ثم الدليل يكون قسمين، دليل لمي ودليل إني. الاستدلال من الدليل اللمي، الاستدلال من الدليل الإني، هكذا دليل دليلان. أشار إلى قسميه بقوله سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، وهذا علة استدلال من العلة على المعلول، فالعلة هنا علة لمية، يعني الدليل هنا لمي، كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا، إذن النار علة، استدل من هذه العلة يعني النار أن هناك دخانا، الدخان معلول. ثم أو من المعلول على العلة على العكس، هنا الدليل إني، كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا، دخان معلول يدل على علته. نعم. هكذا قسمان، وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني بالاستدلال. أولا يعني حينما شرح قول المصنف الاستدلال هو عممه، جعل الاستدلال عاما يعم النظر في الدليل اللمي واللني، لكن وقد يخص، يعني هنا تخصيص، يعني الاستدلال يكون النظر في الدليل الإني، أما الدليل النظر في الدليل اللمي يخص باسم التعليل، هكذا
اطلاق آخر يعني بالتخصيص، وكذلك اطلاق بالتعميم هذا. ثم فهو اكتسابي، هنا ذكر ما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. لماذا؟ هذا في مقابلة الضروري، يعني الضروري يقابل بالاكتسابي، لأجل ذلك هكذا قال. نعم. وفيما ملا عندما ذكر تحدث عن خبر الرسول هناك قال يوجب العلم الاستدلالية، لم يذكر هناك يوجب العلم الاكتسابية، بل ذكر هناك الاستدلالي. نعم. وهو اكتسابي، ما معنى اكتسابي؟ أي حاصل بالكسب. ما معنى الكسب؟ كسب يقال كذلك اكتساب، معناهما واحد، هو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات. يعني هذا نظر في المقدمات أين؟ في الاستدلاليات، والإصغاء كذلك صرف العقل أيضا كلاهما. ثم وكالإصغاء والتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات، إصغاء يعني إصغاء الأذن، وكذلك تقليب الحدقة نحو ذلك في الحسيات. نعم. فالاكتسابي أعم من الاستدلالي. ثم من شعره هنا يبين يعني النسبة بين الاكتسابي والاستدلالي. نعم. فالاكتسابي أعم من الاستدلالي. لماذا؟ الاكتسابي يعني لو كان هناك مباشرة الأسباب أي سبب كان يكون اكتسابيا، ما استدلاله هو يعني اكتساب خاص، لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل. استدلال معناه النظر في الدليل، فإذا الإصغاء وتقليب الحدقة وأمثالها لا يكون استدلال بل يكون اكتساب. نعم. ثم فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس. فإذا هنا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. نعم. كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار، هذا إبصار حاصل بالقصد والاختيار، فإذا هذا يكون اكتسابيا لا يكون استدلاليا، هذا مثال للعكس لا عكس، يعني هذا اكتسابي ليس باستدلاليا. نعم. فإذا الحاصل بالمشاهدة أو العلم الحاصل بواسطة الحواس علم اكتسابي، يكون هناك الكسب لا يكون هناك استدلال. نعم. ثم الكسب يعني ذكرنا هناك الالتفات، وكذلك الإصغاء وتقليب الحدقة، هكذا المس التذوق هكذا. ثم وقد يق وأما الضروري، فإذا هناك لفظ كلمة تدور مع هاتين الكلمتين، يعني استدلالية اكتسابية، وفي مقابلتهما يقال الضروري. فما معنى الضروري؟ أما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي، وقد يفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للخلق، لا يكون للخلق قدرة على تحصيله بل بدون قدرته واختياره يحصل له، هذا هو ضروري. أما اكتسابي يعني بمباشرته الأسباب يحصل هذا. ثم هذه مباشرة الأسباب إما يكون نظرا في العقل أو يعني تقليب الحدقة وهكذا. ثم وقد يكون في مقابلة الاستدلالي، يعني الضروري يطلق في مقابلة الاستدلالية إذن. فما معنى الضروري؟ وهو يفسر، يعني الضروري يفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. نعم. هكذا. فإذا للضروري معنى يعني.
ضرورية حينما يطلق في مقابلة الاكتساب معناه واحد، حينما يطلق في مقابلة الاستدلالية معناه آخر، له اطلاقان. ثم النسبة بين الاكتسابي والاستدلالية العام والأخص مطلقا. نعم. ثم فمنها هنا يعني من أجل ذلك جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا، العلم الحاصل بالحواس اكتسابي. لماذا؟ أي حاصلا بمباشرة الأسباب. ليس معنى الكسب هنا النظر في الدليل، بل معناه مباشرة الأسباب بالاختيار. فإذا في العلم الحاصل بالحواس يكون هذه المباشرة، وبعضهم ضروريا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس ضروريا. ما معنى ضروريا؟ أي حاصلا بدون الاستدلال. فإذا العلم الحاصل بالحواس يصدق عليه أن يقال أنه اكتسابي أو ضروري كلاهما. لو اطلق عليه أنه اكتسابي معناه هذا علم حاصل بمباشرة الأسباب، لو اطلق عليه أنه ضروري معناه أنه حصل بدون استدلال. فظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية. نعم، هذا يعني صنيع خاص للشارح طبتازاني رحمه الله. وحينما يشرح كتابا أثناء بيانه في شرح كتاب يتحدث عن عبارة كتاب آخر. نعم، هذا كثيرا يوجد في المطول، يوجد في كتابه المطول في علم البلاغة، كذلك في كتابه التلويح شرح التوضيح يوجد، هنا أيضا يوجد، لكن في شرح العقائد قليل، ما في المطول كثير. نعم، لا تناقض في كلام صاحب البداية حيث قال، يعني صاحب البداية من هو؟ هو أحمد الصابوني، أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني الحنفي الملقب بنور الدين. إذن هو نور الدين الصابوني، صاحب البداية في أصول الدين، هكذا كتاب البداية في أصول الدين، هو اشتهر بصاحب البداية. وبخاري يعني توفي ببخارى سنة 80 و500 ودفن بها، هو حنفي، ترجمته في الجواهر المضيئة في الطبقات الحنفية وغيرها. ثم فإذا صاحب البداية ماذا قال؟ يعني في ظاهر كلامه تناقض في بالنظر إلى هذه الاطلاقات. نعم، فظهر أن لا تناقض في كلام صاحب البداية حيث قال، يعني أولا قال إن العلم الحادث نوعان ضروري، ثم ضروري واكتسابي، هكذا. ما هو الضروري؟ وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره، كالعلم بوجوده وتغير أحواله. هذا الذي ذكرنا أولا، يعني الضروري ما لا يكون تحصيله مقدورا للخلق، بل هذا يحصل بدون يعني تحصيله أو محاولته للتحصيل. ثم العلم الحادث، علم الحادث يعني علم الإنسان، ما علم الله تعالى هو العلم القديم. نعم، ضروري هذا واكتسابي، وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد. ما معنى الكسب؟ هو مباشرة أسبابه. ثم بيّن أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل، هكذا أولا. ثم قال: والحاصل من نظر العقل، يعني العلم الحاصل من نظر العقل نوعان ضروري، هكذا أطلق مرة ثانية كلمة الضروري. من هنا نشأ شبهة التعارض في عبارته، لكن هذا الضروري هنا له اطلاقان: أولا أطلق على معنى، ثانيا أطلق على معنى آخر، ليس لذلك ليس هنا تناقض حقيقة. نعم، والحاصل من نظر العقل نوعان،
ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر، من غير نظر على أول الالتفات أول التوجه يحصل. كالعلم بأن الكل أعظم من الجزئي واستدلالي، يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند روية الدخان. نعم، فإذا ضروري له إطلاقان، إطلاق في مقابلة الاكتساب وإطلاق في مقابلة الاستدلالي. فإذا صاحب البداية أطلق الضرورية على هذين المعنيين، لذلك لا تعارض في لا تناقض في كلامه. ثم بعده مسألة، والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة شيء داخل الحق. والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة شيء عند أهل الحق. وفي الحقيقة هذا جواب عن سؤاله، يعني المصنف عد ثلاثة أسباب للعلم، لكن هنا نوع آخر ما هو؟ وهو الإلهام. فإذا هو أزال هذه الشبهة بنفي كون الإلهام من أسباب العلم عند أهل الحق. والإلهام، ما معنى الإلهام؟ الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض. ما معنى بطريق الفيض؟ يعني بلا اكتساب ولا استفاضة ولا طلب الفيض. بطريق الفيض معناه هذا الرجل لم يستفل هذا العلم، يعني لم يطلب فيضه، يعني لم يعمل شيئا من الأسباب لفيضان هذا العلم. هذا معنى قوله بلا اكتساب، هذا هو الإلهام. لماذا قال الإلهام المفسر بهذا؟ نعم، لأن الإلهام بمعنى الإعلام وهو الأعم يكون سببا عند أهل الحق، لكنه راجع إلى الخبر الصادق، يعني للإلهام معنى آخر. ما معناه؟ معناه الإعلام على أي طريق كان، وهو العم، يعني للإلهام إطلاق آخر وهو عم. وذاك الإلهام يكون سببا للعلم عند أهل الحق. نعم، لذلك حينما نهى سببية الإلهام للعلم ذكر هذا التفسير. نعم، ثم المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة، ليس من أسباب المعرفة، هكذا قال، بصحة شيء داخل الحق. لماذا قال ليس من أسباب المعرفة؟ لإفادة أن العلم والمعرفة هنا بمعنى واحد، يعني ليس على الفرق، لهما إطلاقان على التغاير، وهنا ليس كذلك. أسباب العلم أسباب المعرفة كلاهما واحد. فالإلهام ليس حجة عند الجمهور إلا عند المتصوفة بصحة الشيء عند أهل الحق. من أهل الحق؟ أهل الحق السنة والجماعة كما سبق، خلافا لبعض الصوفية والروافض، فإنه من أسباب العلم عندهم لقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها الآية. والجواب من جانب أهل الحق، بعد التسليم دلالته على السببية، أولا يمكن لنا أن نمنع أن قوله تعالى يدل، أن نمنع تسليم دلالة قوله تعالى على سببية الإلهام للعلم، يمكن لنا أن نقول لا نسلم هذه الدلالة. نعم، لو سلمنا الدلالة عندنا جواب آخر، أن الإلهام هنا بمعنى الإعلام، ألهمها فجورها يعني علمها بإنزال الكتب والرسل وبعث وإرسال الرسل،
هذا معنى الإلهام. ومن هنا ظهر لك وجه تخصيص المحكمة بالإلهام للتفسير بالمعنى المذكور. نعم ذاك إلهام آخر. فالإلهام ليس حجة إلا عند المتصوفة بخلاف الإلهام الصادر من الرسل فإنه حجة عند الكل. هكذا ذكر الكيرانوي في حاشيته. نعم الإلهام الصادر من الرسل، الإلهام من جملة الوحي لو كان للنبي والرسول وهو حجة، هذا ليس بحجة. نعم بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يرد به الاعتراض على حاسر الأسباب. نعم حتى يرد به، هذا سبب الباعث لنفي سببية الإلهام للعلم والمعرفة. ما هو الباعث؟ هنا اعتراض على حسر الأسباب في الثلاثة المذكورة. وكان الأولى أن يقول من أسباب العلم بالشيء، مصنف قال من أسباب المعرفة بصحة الشيء. إذن زاد كلمة صحة، وكذلك غير كلمة العلم بالمعرفة هكذا. إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات والكليات والمعرفة بالبسائط والجزئيات. هكذا اصطلاح عند البعض، وهذا ليس في اصطلاحنا في مرادنا، بل كلاهما واحد. إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له. فإذن هذا تغيير يعني العبارة باستبدال العلم بالمعرفة له وجه صحيح. نعم أما التصريح بصحة الشيء ليس له وجه، هكذا قال. نعم لكن خيالي يقول قيل الصحة ها هنا بمعنى الثبوت، فإذا يكون معناه بثبوت الشيء. أجيب عنه أنه المراد من الصحة الثبوت هو خلاف الظاهر. نعم يمكن أن يقال لا مجال لإنكار أن الإلهام يكون سببا للإدراك، إنما النزاع في أنه هل على العلم الحاصل به وثوق أو لا. فالنزاع يرجع إلى أنه هل يعرف به صحة المعلوم ومطابقته للواقع أو لا. فنبع بإدراج الصحة على أن نفي السببية ليس لأنه لا يكون سببا لإدراكه، بل لأنه لا يكون سببا لمعرفة صحة المدرك. وكأن من وقع في جعله سببا إنما وقع من أن بعض الأنبياء كانوا أنبياء بالإلهام، وعلى هذا ينبغي نفي سببية الرؤيا للعلم أيضا إذ بعض النبوة كان بالرؤيا. نعم هكذا أولا وجه عصام الدين يعني زيادة قوله صحة. نعم بصحة شيء. مصلح الدين يقول مما لا وجه له إذ الإلهام ليس بسبب لمعرفة فساد الشيء أيضا. هذا كما لا يدل على الصحة لا يدل على الفساد أيضا. فإذا الأولى أن يقول هذا لا يدل على من أسباب المعرفة بالشيء هكذا. ويمكن أن يقال المراد من صحة شيء تقرره وتحققه على الوجه المطابق للواقع نفيا كان إثباتا. هذا موافق لما ذكر الخيال، يعني معناه الثبوت. ثم بعده ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق. نعم كما سبق أسباب العلم حينما ذكرنا وجه الحسري صرح بهذا المراد. نعم ويصلح للإلزام على الغير، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم كما ورد كما أشار
من هذا وسام الدين أن نبوة بعض الأنبياء حصل بالإلهام وإن لم يحصل العلم له كيف يثبت نبوته عنده. نعم. وقد ورد القول به في الخبر أيضا نحو قوله عليه الصلاة والسلام ألهمني ربي. يمكن أن يجاب عن هذا بمعنى أن ألهم بمعنى أعلم كما ذكرنا تفسير قوله تعالى فألهمها فجورها. يمكن لكن هذا يدل على هذا الإلهام. ثم وحكي عن كثير من السلف وحكي الإلهام عن كثير من السلف هم يقولون ألهمني ألهمني. فإذن هذا ليس سببا للعلم لعامة الخلق بخلاف خاصة الخلق من الأولياء ومن الأنبياء. ثم هكذا نفع سببية يعني الإلهام للعلم. كذلك هناك أسباب أخرى أيضا يمكن إيرادها على هذا الحسر لذلك يذكرها الشارح. وأما خبر الواحد العادل وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن يعني لا يفيدان العلم بل يفيدان الظن يفيدان الظن معناه الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال. وهكذا في نسخة عندي نسختان فقد يفيدان الظن هكذا فقط. ثم في نسخة أخرى فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال. نعم والاعتقاد الجازم. ثم في نسخة أخرى والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال فكأنه. والاعتقاد الجازم هذا مبتدا ثم الذي يقبل الزوال. الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الزوال. نعم الذي لا يقبل الزوال. فإذن العلم عندنا هو الاعتقاد الجازم كما سبق هو الذي لا يقبل الزوال. لكن هذان يفيدان الظن والاعتقاد الذي يقبل الزوال. نعم. ثم بعده قال والاعتقاد الجازم الذي يعني اعتقاد أو علم لا يقبل الزوال. فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما ما لا يشملهما. الضمير يرجع إلى ما يشملهما يعني الخبر الواحد وتقليد المجتهد. نعم لا أراد بالعلم ما لا يشملهما يعني ما لا يشمل العلم الحاصل بهما. وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة. هذا أيضا يأتي يعتبر من أسباب العلم. ثم بعده وصل المصنف إلى المقصود بعد هذه المقدمات ويقول فالعلم بجميع أجزائه محدث. نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.